دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في ختام الجوله 18 من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتعقد البورصة المصرية للسلع جلسة جديدة رقم 104 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق. تهدف البورصة لتقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار. النهاردة هتبدأ وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، ويتضمن الراتب علاوة غلاء المعيشة اللي سبق زيادتها من 300 جنيه ل 600 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية نحو 16.4 مليار جنيه. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي وولفرهامبتون مع تشيلسي في تمام الساعة 3 عصراً.